انا انت سامعاني؟ سامعاني؟ اه سمعت. بقول لك يعني لابد ان احنا نستبعد المشاكل المرضيه في البدايه. يعني مثلا لو عندي مشاكل في الغده الدرقيه، انا طب انا اعرف ازاي انا عندي مشاكل في الغده الدرقيه، ولا ازاي، ولا ما اعرف، ولا اعرف ازاي هذا الامر؟ اعرفه من خلال حاجه بسيطه، ان انا بعمل تحليل اسمها بعمل تحليل اسمها تي اس اتش مع الفري تي 4، من خلالها بقدر اكشف هل انا عندي مشاكل في الغده سببها تساقط في الشعر ولا لا. لكن هناك بعض الاشياء لازم تاخدي بالك منها قوي، اللي هي ايه يا دكتور احمد؟ ان في بعض الناس بتظن ان هي بمجرد ان هي مثلا بتغسل شعرها تحت الميه كده، مثلا بتغسل شعرها تحت الميه فبينزل شعر، فبتعتقد ان هي عندها تساقط في الشعر وعندها مشكله كبيره وكده. كل الناس بلا استثناء بتنزل تقريبا من 100 ل 125 شعره، وبيطلع مكانهم كبديل مكانهم بشكل مستمر. فالناس لما بتشوف الشعر وهي نازله بتفكر ان انا عندي تساقط في الشعر كبير. لا، ففي تساقط في الشعر طبيعي. المعدل الطبيعي لتساقط الشعر بتاعنا بنقول من 100 ل 125 شعره يوميا، منها شعر صغير ومنها شعر كبير، منها شعر انت ممكن تشوفيه، ممكن منها شعر تلاقيه بيسقط كده، انت ممكن مش شرط يكون تحت الميه يعني. ففي معدل تساقط شعر طبيعي. فاحيانا بعض الناس المشكله تبقى فين؟ ان انا تساقط الشعر اللي يكون موجود عندي، تساقط الشعر اللي يكون موجود عندي يبدا يظهر مثلا فراغات مثلا في شعري، هذه الفراغات باينه بشكل ملحوظ قوي. الشخص يدرك هذا الامر ازاي؟ بيبص لشعره قديما وبيبص لشعره دلوقتي، هل بالفعل في فراغات مثلا كنتيجه لتساقط الشعر، ولا شعر عادي لكن انا بينزل شعر فانا خايفه ان انا يكون عندي تساقط في الشعر؟ فهو ده السؤال المفروض نسأل نفسنا بيه يعني. فخلاص تمام، انا عملت التحاليل ما طلعش عندي اي مشاكل خالص. ممكن يبقى نقص في النظام الغذائي بتاعنا يكون غير صحي. ممكن النظام الغذائي بتاعنا يكون غير صحي. طب خليني اقول لك على اسباب تساقط الشعر كلها، بحيث ان انت يعني يكون عندي خلفيه بشكل كامل. قلنا مشاكل الغده الدرقيه، ممكن الانيميا برضو تبقى سبب في تساقط الشعر. الانيميا ممكن تبقى سبب في تساقط الشعر، فلو انت عندك تاريخ مرضي بانيميا، فبرضو ممكن الانيميا اللي كانت عندنا ديت هي اللي بتسبب تساقط الشعر عندنا، فلابد ان احنا نعالج الانيميا عشان نستطيع نعالج تساقط الشعر.